والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أهلا بكم طلاب الصف الثالث الثانوي، محل تطبيقات على الوحدة السابعة من منهجنا منهج النحو للصف الثالث الثانوي، صفحة 217 و218. تعال نبدأ في أول سؤال. بيقول قال الله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. طبعا خلقنا خلق فعل ماضي مبني على السكون لاتصال بالناء، والناء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، الإنسان مفعول به في حرف جر أحسن. طبعا صفة على وزن أفعل، ولكنها أتت مضافة لأن مش هينفع نقول الأحسن التقويم، الأحسن التقويم فالمعنى غير مستقيم، فلما نقول أحسن اسم مجرور وعلامة جره الكسرة، وتقويم مضاف إليه مجرور علامة جره الكسرة، رغم إن هو صفة على وزن أفعل ولكنه يعني مجرور بالإيه؟ بالكسرة، لأنها أضيفت، أضيفت، طالما أضيفت يبقى خلاص يبقى يكون إيه؟ مصروفة. رقم 2، يقول عمرو بن كلثوم: وكأس قد شربت من بعلبك وأخرى في دمشق وقاصرينا. طبعا هنا بعلبك سبب منع من الصرف ان هو علم مركب تركيب مزجي بعلبك وحضرموت وبور سعيد وبور فؤاد وبور توفيق كفر الشيخ كفر زياد، كل دي الكلمات او كل هذه الكلمات علم مركب تركيب مزجي. اما طبعا دمشق ده علم ايه؟ علم مؤنث، يبقى هناخد علم مركب تركيب مزجي. رقم 3، يقول امرؤ القيس: لعمري لقد بانت بحاجة ذي هوى سعاد وراعى بالفراق مروعة. طبعا بانت من اللي بانت سعاد، يبقى سعاد فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الواحدة لأنه ممنوع من الصرف علم أو للعلمية والتأنيث، يبقى أنا هنقول سعاد وهنقول عليها فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة الواحدة للعالمية والتأنيث، للعالمية والتأنيث. رقم 4، جاء القوم أحادا أحادا، الجملة خطأ صوابها. طبعا هناخد هنا أحاد صفة على وزن فعال أو علم معدول على وزن فعال، والعلم المعدول على وزن فعال ومفعل ممنوع من الصرف، يبقى أنا هنقول أحادا أحادا. تعال نعرف الجملة: جاء فعل ماضي مبني على الفتح، القوم فاعل مرفوع علامة رفعه الايه؟ الضمة، أحادى هنقول أحادى الأولى، حال منصوب وعلامة نصبه الفتحة الواحدة للعالمية أو للوصفية والعدل، للوصفية والعدل. وحادة الثانية، وحادة الثانية توكيد لفظي منصوب وعلامة نصبه الفتحة الواحدة لأنه ممنوع من الصرف للوصفية والعدل، يبقى أحادى أحادى، هناخد أحادى أحادى. طبعا طالما ممنوع من الصرف لا يقبل التنوين. رقم 5، يقول عقاد: إذا أنا وحمدت اللقاء فإنني لأحمد حين حينا للفراق أياديا. طبعا أحمد طبعا هنا أنا فإنني إن حرف توكيد ونصب مبني على الفتح ولا محل له من الإعراب، الياء ضمير متصل مبني في محل نصب اسم إن، لأحمد لام 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 التوكيد أو لام المزحلقة حرف مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، أحمد فعل مضارع مرفوع، طبعا هنا أحمد فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه وعلامة رفعه الضمة، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا، والجملة الفعلية من الفعل والفاعل في محل رفع خبر إن، الجملة الفعلية من الفعل والفاعل في محل رفع خبر إن. رقم 6، زينت
القاعة بمصابيح كثيرة. طبعا زينت، زين فعل ماضي مبني على الفتح وهو مبني للمجهول، التاء تاء التأنيث حرف مبني لا محل له من الإعراب، القاعة نائب فاعل مرفوع علامة رفع الضمة، بمصابيح الباء حرف جر، ومصابيح اسم مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة، وهنقول كثيرة نعت مجرور وعلامة جره الكسرة. يبقى نحن ناخد اسم مجرور وعلامة جره الفتحة ونعت مجرور بالكسرة. طبعا هنا هنقول النعت يتبع المنعوت في الحركة وليس العلامة، لأن كثيرة ده اسم مفرد ما هوش ممنوع من الصرف، فبالتالي مصابيح مجرورة يبقى كثيرة مجرورة بالكسرة، يبقى هنا إيه يتبعه في الحركة وليس العلامة. رقم 7 بيقول قال تعالى فعدة من أيام أخرى. طبعا نعت مجرور وعلامة جره الفتحة لأنه طبعا صفة على وزن، أو هي لفظة إيه لفظة أخر، ولفظة أخر ممنوعة من الصرف تبع، أو هي طبعا من الصفات الممنوعة من الإيه من الصرف. يعني كلمة أخر إذا وصفت أي كلمة قبلها وهذه الكلمة أتت مجرورة يبقى على طول مجرورة بالإيه مجرورة بالفتحة، ودي الكلمة الوحيدة اللي بتيجي يعني إيه بتوصف ما قبلها وتكون مجرورة بالإيه بالفتحة في حال لما يكون المنعوت مجرور. رقم 8 قال تعالى وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. عايز الممنوع من الصرف طبعا ما ينفعش الحكيم ولا النصر ولا قلوبكم، طبعا بشرى ألف التأنيس المقصورة، ألف التأنيس المقصورة. رقم 9 بيقول يقول عمرو بن كلثوم فهل حدثت في جشم ابن بكر بنقص في خطوب الأولين. طبعا جشم صفة على وزن فعل، وأنا طبعا ذكرتها لك من ضمن الكلمات زي عمر وزحل وزفر ومعاهم جحا، فهي صفة على أو هي علم على وزن، على وزن إيه على وزن فعل. رقم 10 قال تعالى لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. طبعا كان فعل ماضي ناسخ مبني على الفتح في حرف جر، يوسف اسم مجرور علامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة، للعلمية والعشمة، وإخوته الواو حرف عطف، وإخوته إخوة اسم عطوف مجرور علامة جره الكسرة، والهاء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه، آيات يبقى كان آيات للسائلين في يوسف وأخوته، آيات اسم كان، اسم كان مؤخر، اسم كان مؤخر مرفوع وعلامة رفع الضمة، للسائلين اللام حرف جر والسائلين اسم مجرور، وده خبر شبه جملة، خبر شبه جملة. طبعا هنا الاسم الممنوع من الصرف كلمة يوسف. أحاديث ومنازل وفراعين وعباقرة، كل الكلمات السابقة ممنوعة من الصرف ما عدا طبعا أحاديث صيغة منتهى الجموع، منازل بعد الألف حرفين، فراعين صيغة منتهى الجموع بعد الألف ثلاثة وسطها وسطها ساكن اللي هو الياء، يبقى أنا عندي كلمة اللي هي ليست ممنوعة من الصرف كلمة عباقرة، وعباقرة زيها زي جهابذة، زيها زي تلامذة، زي أساتذة. رقم 12 قرأت عن الخليفة عمر كثيرا. قرأت قرأ فعل ماضي مبني على السكون، والتاء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل عن حرف جر، الخليفة اسم مجرور علامة جر الكسرة، عمراء بدل مطابق مجرور وعلامة جره قرأت عن الخليفة بدل مطابق بدل عن الخليفة عمر، يبقى هنقول بدل مطابق مجرور وعلامة جره الايه الفتحة، بدل مطابق مجرور وعلامة جره الفتحة، لان طبعا ايه ده الخليفة
اسم مجرور، وعمر بدل مطابق مجرور وعلامة جره الكسرة، علامة جره الفتح. كثيرا هنعرف كثيرا هنقول عليها كثيرا نائب عن المفعول المطلق منصوب علامة نصب الفتحة، أي قرأته عن الخليفة عمر قراءة كثيرة، وده كده اسمه صفة المصدر المحذوف، صفة المصدر المحذوف. رقم 13 بيقول: يقول العقاد: حيران أنظر في السماء وفي الثرى وأذوق طعم الموت غير مسردي. ضع منعم تحت خط حيران، طبعا صفة على وزن فعلان الذي مؤنثه فعلا، صفة على وزن فعلان الذي مؤنثه فعلا. نفرق بين الصفة اللي على وزن فعلان زي عطشان وغضبان وسكران وحيران، ونفرق بين العلم المختوم بالألف والنون الزائدتين زي رمضان وشعبان وحسان. طبعا دي علم مختوم بألف ونون زائدتين، ده صفة على وزن فعلان. رقم 14 بنقول: عليكم التحلي بمبادئ قويمة. طبعا مبادئ اسم مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة، لأنها نعتت وليس بعدها مضاف ولا غير معرفة بالألف واللام. يبقى احنا هناخد الأولى اسم مجرور بالفتحة، ما عنديش غير عندي كده أنا أشتغل على ألف ونشتغل على دال، بعدنا به وبعدنا جيم. بعد كده بمبادئ المصلحين، طبعا كلمة مبادئ صيغة منتهى الجموع ولكنها أضيفت فتكون مصروفة، يبقى اسم مجرور وعلامة جره وعلامة جره الكسرة. هناخد الأولى مبادئ قويمة اسم مجرور وعلامة جره الفتحة، مبادئ المصلحين اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. رقم 15 بيقول: مارست الرياضة في حدائق خضراء. طبعا هنا حدائق صيغة منتهى الجموع وجاية منعوتة، يبقى حدائق اسم مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة. خضراء طبعا صفة على وزن فعلاء والألف تأنيث ممدودة، وهي ممنوعة من الصرف، يبقى في خضراء هتكون نعت مجرور وعلامة جره الفتحة. ودي طبعا الحالة اللي بيطابق فيها النعت المنعوت في الحركة وفي العلامة. طبعا هنا هنقول كده النعت هنا طابق المنعوت في الحركة والعلامة، يعني هنا هنقول تنزهت، نعم شوف كده تنزهت في حدائق خضراء. طبعا هنا هنقول حدائق وخضراء، هنا الصفة طبقت المنعوت في الحركة والعلامة، هنقول كده الصفة طابقت المنعوت في الحركة والعلامة. يعني ايه الحركة والعلامة؟ يعني دي كده مجرورة فدي أتت مجرورة، العلامة فتحة فتحة، العلامة فتحة فتحة. ايه السبب؟ لان دي ممنوع من الصرف ودي ممنوع من الصرف. طيب اذا انا قلت تنزهت في حدائق، طبعا زيها كلمة فيحاء، نفس الايه؟ نفس الوضع في فيحاء. طيب افترض ان انا قلت تنزهت في حدائق واسعة او كبيرة، في الحالة دي هنقول لك في حدائق واسعة كبيرة أو كبيرة. إيه السبب هنا؟ هنقول الصفة تتبع المنعوت في الحركة وليس العلامة. إيه السبب؟ إن واسعة وكثيرة أو كبيرة أو كثيرة مثلا ليست ممنوعة من الصرف، فهنقول حدائق اسم مجرور علامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه صيغة منتهى الجموع،
واسعة، نعت مجرور وعلامة جره الكسرة. تعالى ناخد يبقى أنا هنقول رقم 16، سلمت على أستاذي أو أستاذي عثمان، فعثمان بدل مطابق مجرور وعلامة جره الفتحة لأنه مختوم بالألف والنون الزائدتين، أو للعالمية ومختوم بالألف والنون الزائدتين. رقم 17، ذهبت مع أحمد، طبعا الاسم بعد مع يكون مضاف إليه، وأحمد ممنوع من الصرف صفة على وزن الفعل أو اسم على أو علم على وزن الفعل، يكون مضاف إليه مجرور وعلامة جره الفتحة، مضاف إليه مجرور وعلامة جره الفتحة. عندي رقم 18، قال الشاعر: لا ينزل المجد إلا في منازلنا، كالنوم ليس له مأوى سوى المقلي. حدد الممنوع من الصرف، طبعا عندي كلمة منازل، طبعا ما ينفعش مأوى ولا سوى ولا المقل، فهي منازل صيغة منتهى الجموع. رقم 19، يقول الشاعر في وصف القاهرة: في كل شبر فوقها ذكرى تطل سافرة. سبب منع ما تحته خط من الصرف ان هو طبعا اسم ايه؟ اسم مقصور. رقم 20، يا مصريين اعملوا من اجل رفعة بلدكم مصر، الاسم ممنوع من الصرف مجرور بالفتحة، طبعا عندي كلمة مصر. من اجل رفعة بلدكم، بلدكم مضاف اليه مجرور علامة جر الكسرة، وكون ضمير متصل ايضا في محل جر مضاف اليه مصر، بدل مطابق مجرور وعلامة جره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف للعالمية والتأنيث. أتمنى إن شاء الله تكون استفدت معايا. لو عجبك الفيديو إعجاب وشارك الفيديو مع زملائك، وانتظرنا في حلقات أخرى إن شاء الله.